بدأنا ندخل بمرحلة عقوبات وانهيار للعملة كالذي حدث في إيران أو الذي حدث في لبنان نتيجة لعدم ضبط الإيقاعات أو إيقاعات التعامل السياسي مع الكبار المتحكمين إذا جاز الوصف. شكرا على الاستضافة، تحياتي لك أستاذ نجم، لضيفك، لمشاهدي قناتكم الكرام. أنا أتصور أنه إذا استمر الضغط باتجاه يعني قبول الحكومة بغض الطرف أو حتى البنك المركزي بغض الطرف عن عمليات غسيل أموال وتهريب للعملة، قد نكون أمام سيناريو سيء جدا وهو انهيار الدينار العراقي. ما يجري الآن أنا من وجهة نظري هو عملية القيد، أولا على مستوى الإجراءات المتخذة فيما يرتبط ب يعني وضع ضوابط صارمة جدا لاتجاه بعض البنوك الذين يستحصلون الدولار، أيضا فيما يرتبط بمنع التحويلات الخارجية. ولذلك تجد بأن ما يجري يعني هو جزء من لعبة داخلية خارجية بالتحديد، هدفها طبعا بالنهاية استمرار يعني تدفق الأموال خارج الحدود العراقية. لذلك أنا من وجهة نظري إذا ما استمر أو استمرت هذه الأطراف، وهي أطراف فاعلة جدا، يعني إذا ما استمرت هذه الأطراف بالضغط على كسر هذا الالتزام الدولي بما لا يقبل الشك، قد نكون أمام عقوبات. يعني هذا أمر متوقع. الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن فرضت عقوبات قبل ما يقارب 4 سنوات، وكنت أول من أشرت إلى هذا الموضوع، وفيما بعد يعني صدرت قائمة من وزارة الخزانة الأمريكية. طبيعة المؤشرات المتوفرة أتصور بأنها تمضي باتجاه فرض هذه العقوبات إذا ما استمرت هذه الأطراف. طبعا أستاذ نجم، هاي الأطراف مو تحول الحساباتها، يعني خلي في بالك، يعني قد مثلا تحول على سبيل المثال $1 مليار، فهي حصتها بس 100 مليون، والباقي ترى تعبر الجهة خارجية، يعني هي جزء من يعني أشبه باللاعب الثانوي في عملية التحويل. فلذلك أنا أقول عملية، شوف حتى أحكي بصراحة، يعني أحكي لك إياها بصراحة، يعني هذا الضغط على الحكومة لأنه التزمت، وهذا الضغط على البنك المركزي لأنه التزم بقرارات دولية. هي بالنهاية احنا أمام التزام دولي يعني في قضية عدم تهريب العملة. بس شوف، أولا يعني الضغط اللي اتجاه الحكومة، حتى أكون منصف، يعني اتجاه رئيس الحكومة هو لغرض ابتزازه، ليس فقط في موضوع سعر صرف الدولار، وهناك من يهدد الآن بخروج تظاهرات عليه، هم نفسهم الداعمين. ليش؟ لأنه يريدون مناصب في بعض المساحات العسكرية المدنية وحتى المالية. المالية طبعا ممنوعة لأن يريد يهربون على رئيس البنك، أو عفوا محافظ البنك المركزي. أكو هجمة هساني ما يعني يتغير، خلي يتغير، بس مو إذا تغير تطلع جهات تقول لا احنا هذا حصتنا محافظ البنك المركزي. فشوف اللعبة وين السياسية، هنا اللعبة. ترى قسم كبير، مع احترامي للنوايا الصادقة لبعض الطروحات فيما يرتبط بانهيار الدينار العراقي، لكن بعض من يهاجم هو لغرض الحصول على منصب محافظ البنك المركزي. وطبعا ما يهمه، وحتى لو حصل، يعني بالنهاية راح أقول لك حتى لو حصل، ها حصلت هاي الجهة محافظ البنك المركزي، لن تستطيع إلا الالتزام بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي. يعني مو بكيفة، يعني أنا راح أعطيك مثال. الكل يتذكر حادثة رئيس الوزراء الأسبق، أنا آسف طولت عليك بس حتى أعطيك شواهد. يعني دكتور حيدر العبادي
قال احنا نلتزم بالعقوبات المفروضة على الامريكية المفروضة على ايران، صحيح لو مو صحيح؟ تمام. فخرجت تظاهرات، صارت اعتراضات، المهم قد يكون هذا واحد من الاسباب رغم انه الاسباب اخرى، بس واحد من الاسباب اللي استخدمت ضده. تعرف الحكومة اللي اجت بعده حكومة عادل عبد المهدي وهي كانت قريبة من ايران ومن قوى الفتح، تعرف التزمت بالقرار بس ما حد تحدث. الحالة نفسها الآن تتكرر، نفسها صدقني. العملية هي عملية ابتزاز، حصول على مناصب، اكو جهات تضررت مصالحها مثل ما قال دكتور صلاح، قال اكو ناس عندها بنوك وناس عندها مكاتب مال تحويلات وناس لها مصالح ويا دول ويا جهات خارجية عابرة للحدود. طيب. فشنو انهيار؟ ما لهم علاقة. تعال رئيس حكومة حول لنا، تحول لنا لو نطلع نتظاهر ضدك.